عبد الله صلى الله عليه وسلم وابن مولاي وابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا مظلوم كربلاء ما صاب من تمسك بكم وأمن من نشأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال عليه السلام قال سيدنا امير المؤمنين عليه افضل الصلاه والسلام سته يدخلون الى يدخلون النار قبل الحساب بسته يدخلون النار قبل الحساب بستة الأمراء بالجار والعرب بالعصبية والتجار بالخيانة والدهقان بالكبر وأهل الرشاق بالجعالة والعلماء بالحسد النار قبل الحساب يعني لو الحساب معقول لأن الحساب لا نتائج ستة يدخلون النار قبل الحساب بستة يعني بست صفات يعني كل صنف بصفة ست أصناف ست صفات يعني وهذا شيء الله سبحانه وتعالى موصوف بالعدل واللطف والرحمة شخص قبل الحساب يدخل إلى النار ولا عاقب قبل الحساب حساب ما هو أصلا يفتح له ديوان ولا يفتح له سجن من قبره إلى جهنم لخطورتهم الاجتماعية للقبرية لأنهم اجتماعيا قبريين وهم أعضاء المجتمع المصري فعالين جدا فالمتوقع فيهم الفائدة يعني فإذا مرت معهم حتى لهم إذن الله سبحانه وتعالى يستطيع موجب الرواية هذه وموجب الكلمة هذه لا ينظر إليها بعد ما إلى شغل حسابهم أولا الأمراء بالجور الأمراء طبعا الثلاثين الأمراء يعني الخلفاء مثلا بعض الخلفاء الأمراء يعني الذين يتولون رقاب الناس أمثال هذول هواية الحجاج الزيان وأبي الله وخالد بن عبد الله القسري وعمر بن يوسف الثقفي وهالجبابرة من سبيت وهالأصناف هذه العجيبة يقول يوم القيامة من ينصب لهم ميزان لأنهم أعمالهم خارجة عن نطاق الحصر والعدل وأضرارهم الاجتماعية لذلك خارجة عن حصر طور الحصر والعدل من ينظر إليهم سجل ولا ديوان ولا ملف واحد عشرات الملفات
فلذلك الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليهم يوم القيامة. والعدل أساس الملك، والمجتمع إذا ما ساده العدل يعني ساده الجور، إذا ساده الجور يعني ذهبت القيم أدراج الرياح وسادت الفوضى وامتهنت الكرامات. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالعدل ولا تتبع الهوى، لأنه ممكن السلطان أن يزور وممكن له أن يعدل. وإذا جار السلطان من خليفة مثل الحجاج مثلا أصيبت الأمة بذل وهوان وانهزمت نفسيتها وأورثت الذل لأجيالها وأبنائها ونشأت الأمة ذليلة متعطئة برأسها. فلذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى الأمراء والولاة من أن يجلدوا جلود المسلمين أو يضربوا ظهورهم، لأن الضرب هذا يؤدي إلى إذلال الأمة، وإذا ذلت الأمة ذلت عقائدها معها، وإذا عزت الأمة عزت عقائدها معها. الآن الغرب ما مستعد يستمع إلى صوت الإسلام، ليش؟ لأنه أمة الإسلام حملت الإسلام على الله، طيب صاغرين متفرقين. فإذا لما أهينت كرامة الأمة الإسلامية أهينت قداسة دينها، ولما عزت الأمم الغربية عزت مسألة عقائدها معها، وصارت كل شيء من عندهم كل زلة من عندهم تعتبر عندنا خسنة. ليش؟ لأنهم أقوياء، لأنهم علماء، لأنهم أثرياء، لأنهم غلفوا الكرة الأرضية من جنس الصناعات بالمخترعات، اجتازوا من جنس النطاق الجوي للأرض وراحوا إلى النطاق القمري، بعدين إلى النطاق مثل المريخ وغيره. فإذا كل بادرة تبدو من عندهم هي حسنة عندنا جميلة. يوم كانت أمة محمد أمة قوية سيدة الدنيا، كانت عقائدها كذلك، ولذلك ترجمت الكتب العربية والعلوم العربية كلها ترجمت إلى لغاتهم. الأمراء في الدور الظلم يوم القيامة طبعا يعضون على أناملهم، الظلم يوم القيامة ما لهم من شفيع ولا نصير حميد أبدا، يسحبون بالنواصي والأقدام. الأمراء بالجور والعرب بالعصبية، العصبية مرة تكون مقبولة بحدود، إذا تجاوزت الحدود صارت كفر، ضرب من أضراب الكفر، نوع من أنواع الكفر، لأنه العصبية إذا صارت وتغلبت على الإنسان صار الإنسان لا يؤمن بمنطق ولا يؤمن بحجة ولا يؤمن بدليل ولا يؤمن بعقل. ولذلك الإسلام حارب العصبية، لأن العصبية أداة هدم في الجامعة الإسلامية، العصبية أداة تخريب. عصبية على وين؟ الإنسان يصير عصبي للعنصرية على وين؟ العصبية المقبولة بالإسلام شنو؟ العصبية المقبولة أنا عربي أحب العصر، أنا عربي أطلب الخير لأمتي، أنا عربي أدفع العار عن أمتي، أنا عربي أريد كيان أمتي. الشرع المقدس ما حرر هذا، وخير الناس من دفع عنه، والأمة العربية أمة مسلمة لازم يجيلها واحد يخدمها ويجيبها وينفعها وينفعها سياسة،
يعمل على اعدادها. ليه؟ هذه عقليه لا هي مو عقليه. هذا يسموه جنوع، هذا يسموه حب، هذا يسموه خدمه، هذا يسموه اخلاص. عقليه مو هذا، شنو العقليه؟ العقليه هو تفضيل الشيء على من هو افضل منه. بذات الذنوب بذات انصر. العقبية الظواهر القدرية الموجودة، أنا أقصد واحد أجل العزيرة دي تطلبني بجنب بدل تقتلني أنا، تروح تقتل ابن عمي يونسيني يؤمن خالي يؤمن خالي يؤمن أخوي، هذه عقبية الله. هذا مش ممنطق، لأن الإنسان مسؤول بنفسه وذاته عن جريمته، أما الغير ما مسؤول عن جريمته. لا الجريمة تقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. ما شنو؟ العقلية التي تجعل من الإنسان يحدث عن شقيقاته وعن أرضه ويمنعهن من التزويج ويجعل الفرائض والفروض على أرضه ويريد تنسر على ذلك ويريد كودة مثل ما يقولون البدو كودة، وإلا ينهى ابنة عمة أو ينهى أخته أو ينهى فلانة أو ينهى فلانة عن التزويج. ليش؟ لأن فلان مو ولد إلنا، فلان ما يشابهنا، فلان مو بمستوانا. إذا أكو مقام عار من حقه، لكن إذا كان المقام مقام مال ثروة وملك خلاص. لأن ابن فلان ما يصلي، ما أزوجه من حقه. لأن ابن فلان أخلاقه مو زينة من حقه. لأن ابن فلان مو خوش إنسان من حقه. لكن لا، لأن ابن فلان عدل خلاص. لأن ابن فلان مو شريف مستواي غلط هذا. أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. رب كريم أصبح فقير، ورب فقير تحول إلى الغناء، وأصبح يسار إليه بالبنان بالإذاعات والسفر. ثروة بيد الله، الغنى بيد الله. هذا عقلية احتكاك بين القبائل عصبية يسموه، تنابز بالألقاب عصبية يسموه، تفاخر بالرمل والأجداد عصبية يسموه، جروح إلى الشريرين من العنصرية، يعني من أفراد العنصر هذا، من أفراد العرب، جهة يسموه. الخير مع الخير بجنس واحد، والشر مع الشر من فصيلة واحدة. عناصر الشر تلتقي في صعيد واحد، وعناصر الخير تلتقي في صعيد واحد. النبي كان يحتاج الى اليوم من العصبيه جدا، كان حتاج. وكل ربان عقيده وسفينه يكون حتاج بالنسبه للاشياء اللي تؤدي الى التوتر. ربان سفينه الملاحين ما له 10 سنين ثمن، ما يقبل تظهر بيناتهم ظواهر التوجه والتوتر وهو في منطقة أعماق البحار. ينتج أن يسيطر على النوعية، ينتج أن يسيطر ويجلب على الملاحين حتى السفينة تمشي بسلام إلى أن توصل إلى الساحل، ثم يصنعوا ما يشاءون. كذلك أبو العقيدة مثل النبي اليوم، إذا صار البناء ينظر إلى أمتي وهي تقري لحمها وجلدها وتلف دمها وتبذل طاقتها بمعارك جانبية لا شأن لها ولا علاقة لها بالعقيدة، يعني تقلص العقيدة، يعني محمد مجلس زيبر. ولذلك كان مرهف الحج، ولو من أعد أصحابه إلى فترة من عند بادرة العقلية منها النبي أبو ذر الغفاري جل البلاد الحبشي جل ابن السوداء من الحبش أسود جاء. راح بلال أخبر النبي أبو ذر ما أظلت الخضراء ولا
ولا أقلت الغبراء عن ذي اللهجة أصدق من أبي ذر. راح بلال الشكر على أبي ذر عند النبي. النبي أنزل عليه قال يا أبا ذر معزى قوله فيك جاهلية، يعني بعدك عندك ذبذبات جاهلية، عندك نواتي من الجاهلية بعدي موجودة، أسود أصفر أسمر. أبو ذر قال لما سمع النبي لأمي وعشر من الكلمات الكريمة ما رغب بالاعتذار القوي، وإنما رأى اعتذار عملي، وضع خده على الأرض وقال للبلال أريد أن تمنع على هذا مالك حتى على خده، حتى مرة ثانية أعطاك يطلع من خده يريد أن أعطاك. بلال لما شاف في تنازل ويتبرع قال لا أعطيك قال ما أقبل، وقال أنا ما أقبل، أنا أريد أعجب نفسي نعلك هذا مسحك على خدي. حتى مرة ثانية يطلع فصر والفصر كثر ما عنده بواكب التحف وذر خلال الحبس بنعلي على كتف الجدار. يلا ذاك الوقت النبي رضي الله عنه وأبو ذر رضي عنه يسمعون فيما بينهم بالمسجد الشريف. سلوا سلمان الفارسي وصاني بالبيت يقوموا يتكلمون على سلمان. هذول اللي قاموا متنازلين ومستمرين الاعمال طبعا ملكتين تسلم واليوم ملكتين العظام، لكن تجي اسرائيل السوق كل 100,000 نسمه باربع فلوس سوق هم واسلحتهم معداتهم ثم بعدهم بذاك الغلوات بعدهم بذيك الافكار بعدهم بذيك الظواهر الجاهليه بدوية. خلون سلمان الفارسي وصاني تتحاضر لضيق تتحاضر هنا تعاليين يقضون بيناتهم ويسوون دائرة فلان الدائرة من فلان فلان ابن فلان اللي قال الشاعر فينا كيف وكيف أبو فلان اللي قال الشاعر كيف وكيف جد فلان قال الشاعر كيف وكيف ما الفرق هذا؟ الإنسان صار نامين يشتغل معه أباء قال اليوم الشعراء الأكل جربوه والماء يقول البعير والسكنة بالدول لا عنده قصر ولا عنده سبيلة ولا عنده أجمبي يجب ما يشتغل الخطيات بشي شو يشتغل ماما زادة الشغلة حسن عند الشيخ محمود عند المدير ردوا كما خلقت نزول للأرض غراتي طبعاً عدا غراتي مستغلين بهالكلاوات هذه الفينا هاي شعر عنك ان فلان اشتغال فينا وفلان اشتغال فينا يصدقون على انفسهم انهم كلهم مثل ما قال الشعر اللطيفه هاي يصدقون على انفسهم مثل ما قال الشعر انتوا اشرف الناس صدقوا احنا اشرف الناس يا بلد كلامه هذا فتوته 100 دينار انفتوها 4000 درهم وقال هذا الحكيم قبل 4000 دينار ليش ما قال؟ صدقوا قال الثاني الشاعر كلهم على الخطي اذا نحن اشرار زين انتوا اشرار على العلم والراس كلكم اشرار كل مسلم هو شريف انت على كيفكم لا يكون انت على خصوم الناس حتى باع الشرق الاوسط الشرق الاسلامي كل من اوله واخره العصبيه تولدت عند العرب تولد بالمقابل وبالنقيض ورد فعل عصبيه عند الفرق اقتلت العصبية عند الترك اقتلت العصبية عند الكرد اقتلت العصبية عند النبط لطيفة نعم حتى النبط أيضا للأراب مثل نبط النبط الذين ينفقون الماء من بطون الأرض فلاحين مدايحين يصير هو بشر كما يعيبون عليهم لا يزوجوهم لا ينطوهم لا يجلسوهم لا يقعدون وياهم ما يقاتلوهم بالمعركة إذا صار معركة واحد نبطي جبار العرب العربي ما يقاتلهم لما السماء فقد يقتلني هذا النبطي واذا قتلني هذا النبطي ذاك الوقت الان ما تبقى لي قيمه عند العرب الشعراء هم يتغنون الجبن والجاهل انت يفكر من سمك للكبرياء حيا وميت اللطيفه هنا يفكر هالكبرياء حيا وميت
أخاف من بعد موت يجب الشاعر يجي أولادي يجي الذي كده ولا يجي منطر اليوم المرضى السليمي شاهد واحد بلقان بلقان يعني رئيس مزرعة رئيس أراضي أحد أراضي لزمن الفرنسا في الفرنسا جيش كتانا من الحرب جيش وراء جيش عن يمين جيش عن شمال بالك عنا هذا الفرنسا السليم وخر عنا هذا الفرنسا وإلا يجيك ويجيب أمك وأبوك وكذا هذول غير العرب يجرون ناس يدورون أشياء مادية أشياء حسية من أجل الخلق على يؤمنون فيه هذا الدلقان الفارسي يجي للفرنسا قال السلام عليكم قال عليكم السلام قال يا فرنسا قتيل السؤال قال له قل لي اذا سويت اكثر قتيله اطولها وكل بيت من كتب من البحر الطويل ابتديت امي وابوي هل ان مزرعتي تموت؟ على البديهه تقول لا قال له عندي بدونه صغيره بالمزرعه من كانت انا فيها هل هذه القصه تموت؟ قال له عندي دواجن بالمزرعه مالتي كم دجاجه وكم بيت كما تطيفات ونسيم يموت البديهه تقول لا إلا أبدني وضع يديك في ورجليك في كذا كذا فلان موضعي إلى رأسك فرجع السليم خطر فرجع السليم خطر لك القبائل من خطر الشيوخ مخوف الأمراء والخلفاء وإن هذا اليقان السليم جل إيديك ورجليك وبلدك بالكذا الموضعي فلان جل جد مكان ما تقول الراس جل لا أقول الراس حتى أشوفك بأي حالة من الدنيا والهواء مخبوط خارج الجزيرة لا تحل جثة شمال الجزيرة جنوب الجزيرة خطة السنة أين من يشكون ولذلك الآية الكريمة إذا في ذمهم قالت والشعراء يتبعهم الغاوون لأنهم يحيون نعرات قديمة لأنهم يلبسون جروح ميتة لأنهم يلبسون قبور جائزة من جلسنا لأنهم يحرم الجلد وجدون يجرحون الأحقاد في النقود والشعراء يتبعهم الغارون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون طبعا الآية الكريمة هذه ما مسمون بها الشريف الرضي أو السيد الحميري أو شعراء آل محمد أو شعراء الخير مثل أبي العلاء المعري وأمثال أبي العلاء المعري. طيب من الشخصيات المبرزة هذول موضع احترام موضع تجليل. لا إن الله سبحانه وتعالى ذمهم في الكتاب الحكيم ابن الجبعرة ونظراء ابن الجبعرة وكل من تشبه بابن الجبعرة أي كان. ولذلك يقول النبي بيد أمي يأتي لواء الشعر يوم القيامة بيد أمر القيس بيد أمر القيس يوم القيامة وبيده مواجع قوله لواء الشعر وتحت الشعراء من ذلك ويدخل بهم إلى النار عن مو الشعراء اللي يمجدون الفضيلة مو الشعراء اللي يمجدون الجروح مو الشعراء اللي يشجعون عن الأخلاق مو الشعراء البنات مو الشعراء اللي يحيون آمال وأماني ويحيون من جدد النفوس الميتة ويبعثون الهمم في النفوس لأبي نؤاس وأمثال أبي نؤاس اللي مجد الخمر وطورها وطورها وخلاها من جدد أمنية الجماهير الشعراء اللي يشجعون على الرذائل وينظرون الرذائل في الشعر من دول الأمراء بالجور هنا الحجاج نظراء الحجاج والعرب بالعصبية العصبية غير المشروعة اللي حاربها الإسلام العصبية النظيفة هذه مأمور بها الإنسان كل مسلم مأمور بها جعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم الله سبحانه وتعالى جعل عباده قبائل وشعوب وعناصر لغات دويلات يعني صغيرة حتى كل دولة تلم أفراد شعبها تأخذها العصبية بعضها على البعض الآخر وإلا إذا صارت البشرية كلهم عرب
أوصارت البشرية كلهم عجم، أوصارت البشرية كلها كل، حينئذ لا يبالي أحدهم بالآخر قط. لأن الإنسان حقير يموت حقير. الشعب العربي 3500 مليون، قال من يشوف مثال؟ الشعب العجمي 3500 مليون، من يشوف مثال؟ الشعب الكردي يصير عدده 3500 مليون، من يشوف مثال؟ ما واحد يشوف مثال. بل تتولد القسوة حينئذ. لكن كل عدد قبيلة، كل عدد عنصر، حتى كل طير يلف بني نوعا وبني جنس. هذا كله ضمان من عباد الله سبحانه وتعالى، جعل الظواهر هذه ضمانا لحياة عباده، وضمانا لمستقبل وسلامة عباده. التجار بالخيانة، التاجر يوم القيامة الخائن يدخل إلى النار قبل الحساب. ليش؟ لأنه خائن. تاجر مراد يقرب. تاجر محتكر لأطعمة الناس وللمواد الضرورية للبلد اللي يعيش عليها الفقير. ذاك اليوم بالأزمنة القادرة المواد الضرورية كانت حنطة وشعير، تمر، جبن، لحم. الآن كثير من الأشياء الجديدة أدخلت في هذا المضمار، مضمار الاحتكار، يعني مواد ضرورية، إذا السكر، إذا الشاي، إذا غير غير، من كل هذه الفقهاء أدخلوه في هذا المضمار، مضمار الاحتكار. خيانة طبعا، الغش خيانة، ومن أقدر من التاجر على الخيانة؟ ومن أبصر من التاجر بمواضع الخيانة والغش؟ ولا إلى الدناء إلى حتى رجل بعيد، فاليوم الفتي
وليلفظ أنفاس الأسئلة ثم تطمع على سببه. خذ وأسبح دواتك من سببه وأسبح من دواتك الحسين بعد في آخر رمق يقبض يمينا يسلق شمالا جاء عمر بن سعد ونزل بنفسه وانتزع لامة الحسين أن تتراه ولبسها على ثيابه صار يجرر اللام هذه البتراء يعني اللام اللي يصير للفارس والفاضل الجرع اللي يصير اللام اللي يصير للراجل هذا المقصود بالبتراء. لبسها عمر بن سعد واقبل متبصرا الى جهه ترابط النساء والحليم من بنات الرساله وصفايا النبوه يجرر اللام على صدره يعني يا زينب اقول خلاص ما هذا توبه فتح اللام ما زينب كانت لبوءة لآل علي من هذه الأزمة أنفت أن تنظر إلى اللامة أو تقيم وزنا للامة والحسين صلي على الأرض وما ينتظرها أخطر من اللامة إن لامة إن درع إن قيمة درع وكواكب مثل على وجه الأرض مرملة مدمرة حين تكتب الأمور المادية قالت يا ابن سعد سود الله وجهك يقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه ثم أتاحت بوجه الشريف الطهور عن ابن سعد وذهبت تتخطى المعركة وعليه وقار النبوة عليها وأخذ الناس يبكون بكى يقول الرواية بكى كنت عدو وصديق هذا للمبالغ يجي هذا للمبالغ في نقل الرواية من دون ما نتأكد من الموضوع لو وجد من جبل ذاك اليوم محل لبكى والأعداء بكوا وبكى حتى بكى كل عدو وصديق بين اليوم تتخطى المعركة خطوة وراء خطوة حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين ثمرة فؤادي يا حسين إن كنت حي فهذه الخيل قد هجمت علينا وإن كنت ميتا سبسمة سنية وطابع سنية والأنجر السنيني موجود في قلوب آل محمد والتربية السنية إن كنت حي فهذه الخيل قد هجمت على المخيم معقول وإن كنت ميت فأمرنا وأمرك إلى الله يعني من خاف خلافك هذا معنى شيء يعني إنت إذا رحت أبو علي أدنى الله أحنا وياك أدنى الله الله أرحم الراحمين حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين ثمرة فؤادي يا حسين إن كنت حي فهذه الخيل قد هجمت علينا وإن كنت ميت فأمرنا وأمرك إلى الله إلى أن وصلت إلى مصرعها رأت خطام السيوف والرماح عليه صاحت بيدي أمي رافعة طرفها نحو السماء اللهم تقبل منا هذا الأضحى يعني هذه بقية ما لدنا إليك هذا قربان مثل ما قدم ابن آدم إليك إحنا نقدم هذا القربان الدين يحتاج لضحية وقربان الدين يحتاج إلى دورة دموية لبعث الحياة فيه ثم قالت كلمني بحمس جدنا كلمني بحمس أبينا كلمني بحمس أمنا فاطمة رمت أبو عبد الله ببصر زينب تجرت لي قلبي زدت كربي بالله عليك إلا ما رجعت من المخيم لتحضرين العيال والأطفال تعنيت محظوما وليدا صحت بالمعار حزين ويما لما انجمعني زرد عينا أرضنت حصن واحد عينا لهم على صواب الجميلة ظنيت طعن طاعنينا أشد أن يقوم حسين ليلنا أسعار الأعاد مخدمين أين عن سواب يا حسين ما ترى تقدم عن مرضى آمنا في أوطاننا لا تلف عنا من لا يرحمنا
جماعة القادر يحفظهم فردا فردا، المعجزين إلى أمواتهم وأمواتنا وأموات المؤمنين، بلغ الجميع ثواب سورة الفاتحة.